كابتن اسامه، الف مبروك، ريمونتادا رائعه في وقت قاتل. الحمد لله على المكسب، وده اهم حاجه في المباراه. لكن طبعا في اخطاء كتيره النهارده، يمكن اكتر كمان من مباراه البنك الاهلي. لكن الحاجه الحلوه جدا الروح القتاليه اللي لعبنا بيها لغايه اخر وقت، وده اللي معتادينه على فرقه النادي الاهلي، زي ما بيقول لك روح الفانيلا الحمراء. يعني حتى لو في شويه النهارده عدم تنظيم كويس في الملعب، يعني احنا في الاخر حطينا ثلاث مهاجمين داخل ال 18، والمسافات بقت بعيده جدا في وسط الملعب، من اول بدر بنون قبل ما يطلع لغايه مروان وبواليا وشريف، مسافه كبيره جدا وسط الملعب، انت سايب الملعب مفتوح جدا رايح جاي. هنتكلم في الامور الفنيه، ولكن يحسب للاعيبه النادي الاهلي روح القدريه زي ما انت قلت فعلا، والرجوع ما هو دي اهم نقطه من بعيد، ما هي دي اهم نقطه. دي روح الفانيلا الاحمر، واحنا قلنا واحنا قاعدين واحنا مغلوبين 2-1 بنتكلم، انا قلت لك ان شاء الله هنكسب، ورغم ان ناقص 12 دقيقه صح. لان انا شايف الاخطاء الكتيره في فرقه الانتاج الحربي صحيح. بس انت متسربع جدا، متسربع جدا، ده من الشوط الاولاني على فكره. انا قلت لك انه احنا جبنا جون، لكن في سربعه، مفيش تنظيم في وسط الملعب للعب النهارده، باستثناء ديانج اللي بيقاتل. انت سايب مفتقد وسط الملعب تماما، انت فاصل بين المدافعين ورا والجزء الامامي. أيوة. انت اول ما هاني بيستلم الكوره او علي معلول بتلاقي 3 4 دخلوا جوه ال 18 عاملين كتله واحده، مفيش ناس بتسقط عشان تستلم وتلاعب الناس، وكل همهم ان يروحوا على 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 نقطه ال 18 او ال 6 ياردة يتلعب لهم كره عرضيه. لا، لازم يبقى في تنظيم في وسط الملعب ثم الحاجات ديت. لكن الحمد لله ان احنا رجعنا، لانه كنا محتاجين جدا الثلاث نقط النهارده طبعا. باي طريقه. لكن انا شايف ان احنا اللي صعبنا الامور، لان الماتش في الدقيقه 35 جايبين جون بدري جدا، والماتش كان مرتاح جدا، واحنا اللي دخلنا فرقه الانتاج في المباراه. لكن الحمد لله في النهايه على المكسب والثلاث نقط، ودي كانت اهم حاجه يعني.